إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. الدرس السادس، حقي في التعبير. نشاط واحد، نلاحظ ونعبر ونستنتج. نلاحظ الرسم واحد، نقترح زيارة مكانين اثنين من هذه الأماكن. يعبر كل طالب عن رأيه في مكانين يرغب بزيارتهما موضحا الأسباب. أنا تعلمت من حقي في التعبير يعني أن أوضح رأيي للآخرين بجرأة وثقة وأدب وبأسلوب لائق، ومن واجبي في المقابل أن أحترم حرية الآخرين في التعبير عن آرائهم. نشاط 2، نلاحظ ونقرأ ونستنتج. استمع مجموعة من الأصدقاء إلى تقرير إخباري عن قرية بعيدة، وكان نص التقرير كالآتي: نحن الآن في قرية بعيدة جدا، يعيش الناس فيها في حالة فقر شديد، لا يجدون ما يأكلون، ويموت فيها الكبار والأطفال من شدة الجوع، ولا يجدون من يساعدهم. عندما سمع الأصدقاء هذا التقرير عبروا عن رأيهم في الموضوع كالآتي: لا للجوع، وتوفير الغذاء واجب إنساني. نذكر طرقا أخرى نعبر من خلالها عن رأينا. أنا تعلمت من حقي أن أعبر عن رأيي بأشكال مختلفة، مثل الكلام، الكتابة، الرسم، والمسيرات، والتظاهر. هناك آداب للتعبير عن الرأي تتمثل في عدم الإضرار بالمصلحة الوطنية العامة، عدم تخريب الممتلكات العامة والخاصة، وعدم استخدام العنف. نشاط 3، نلاحظ ونستنتج. نعم، لنحترم القانون جميعا. من واجبي عندما أمارس حقي في التعبير أن أحافظ على الممتلكات العامة والخاصة، ولا أقوم بتخريبها، وأحترم قوانين دولتي التي تسمح لي بممارسة حقي في التعبير. نشاط 4، نصمم الوسائل والأدوات: كرتون ملون، خيط أو حبل رفيع، ثاقبة أوراق، أقلام. التنفيذ ننقسم إلى مجموعات، نأخذ أو تأخذ كل مجموعة قطعا من الكرتون. تكتب المجموعة الأولى عبارة حقي في التعبير على البطاقات، بحيث تكون كل كلمة في بطاقة. تكتب المجموعات الأخرى العبارات الآتية بنفس الطريقة. نعبر بجرأة وأدب ونحافظ على الممتلكات العامة، أو أي عبارات أخرى مشابهة. تقوم كل مجموعة بثقب جوانب البطاقات. نمرر الخيط أو الحبل الرفيع من خلال ثقوب البطاقات. نطوي طرف البطاقة العلوية بشكل الأسطوانة ونلصقها. نمرر خيطا داخل الطرف المطوي. نعلق ما صنعناه داخل صفنا داخل غرفة الصف. نشاط 5، نلعب. الوسائل والأدوات صافرة. التنفيذ نخرج إلى الساحة وننتشر فيها بشكل حر غير منظم. عند سماع الصافرة نشكل مجموعات، تتفق كل مجموعة على تشكيل شكل معين. عند سماع الصافرة مرة أخرى تنطلق المجموعات وتشكل الشكل الذي اتفقت عليه بأجسام أفرادها. نتبادل التشكيل مع المجموعات الأخرى أو نشكل أشكالا جديدة. بعد أن تعلمت، 1، أضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وإشارة خطأ أمام العبارة الخاطئة. من حقي أن أعبر عن رأيي. صح. أعبر عن رأيي بوضوح ودون خجل. صح. لا أستمع لآراء الآخرين. خطأ. 2، أكمل الفراغات بما يناسبها. أستطيع التعبير عن رأيي بطريقة
الكلام والكتابة والرسم والمسيرات والتظاهر. 3. أبين واجباتي عندما أمارس حقي في التعبير. عدم الإضرار بالمصلحة الوطنية العامة، عدم تخريب الممتلكات العامة والخاصة، وعدم استخدام العنف.